اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. وحنا الان في واحد الندوه صحفيه اللي كينظمها المركز الوطني للحقوق للدفاع عن شاغلي عقارات واملاك الدوله، وايضا القضايا الجاليه المغربيه بالخارج، واللي من خلال هذا اللايف ديالنا غادي نحاولوا نعرفوا علاش دارت هذه الندوه، وشنو الاسباب، وشنو الهدف من هذه الندوه الصحفيه. وما ننساوش ان حاضرين عده فعاليات اللي منها عسكريين متقاعدين وناس ديال المجتمع المدني، فخليكم معنا في التصريح ديال احد منظمي هذه الندوه الصحفيه. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا، غتقدم لي راسك وتقول لي علاش هذه الندوه الصحفيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد المخيلي، رئيس فرع المرصد الوطني الحقوقي للدفاع عن شاغلي عقارات واملاك الدولة والجالية المقيمة بالخارج والوحدة الترابية. وهذه الوحدة الترابية هي اللي الاساس ديالها علاش بدات هذه الندوة. ومن خلال هذه الوحدة الترابية كاينين اخوان اللي هما حاربوا وقاوموا الاستعمار وقاوموا الويلات ديال هاد ديال الحرب في الرمال الصحراء المغربية، وهما من قاطني السكن العسكري والمخزني عبر التراب الوطني. معكم محمد المخيلي، المشرف الوطني لقاطين السكن العسكري والمخزني عبر التراب الوطني. اليوم كاينه ندوه صحفيه اللي غادي نتكلموا فيها على المشاكل اللي كتدوز تمر منها هذه الشريحه اللي عطات الغالي والنفيس تجاه هذا الوطن الحبيب. وما زلنا جنود مجندين ورقة صاحب الجلاله نصره الله، وان شاء الله غادي نتابعوا معنا الندوه مباشره ان شاء الله، وغادي نتعرفوا التفاصيل وحده بوحده ان شاء الله. والسلام عليكم. مرحبا. شنو الهدف ديالكم من هذه الندوه؟ انتم عندكم عده مشاكل. الهدف ديالنا من هذه الندوه هو ايصال الصوت ديالنا، الراي العام، ولسيدنا الله ينصره باش ينصف هذه الشريحه، لاننا عندنا دوريات ملكية وعندنا مناشر وزارية ومازال كيحكموا علينا بواحد البند ديال 1951 اللي هو، وحنا كنعرفوا في الإدارة المغربية وحنا في دولة الحق والقانون أن كل منشور وزاري قديم كيجي جديد كيمحيه، ولكن حنا مازال باقيين المحاكم المغربية ديالنا حنا مازال باقا كتدعينا بهذاك البند ديال 1951، بالرغم انه جاو من وراه منشورين وزاريين يؤكدان ان بالتفويت السكن اللي قاطيني. السلام عليكم. واخا تعطيني بعض من هذه المشاكل اللي كتعاني. المشاكل هما الافراغات والطرد التعسفي اللي كنباشروه دائما وابدا، دائما كنتجو كنتفرغوا بالقوه العموميه في ربوع المملكه، ما كندويش انا غير على واحد المدينه وحده، في ربوع المملكه كل جل قاطين السكن العسكري والمخزني في ربوع المملكه كيجيوهم افراغات بالجمل وكيجيوهم افراغات بالقوى العموميه. ناهيكم ان كاين عندنا الشباب وعندنا اطفال وعندنا وليدات اللي هما ما بقوش عايشين ديك العيشه ديال الراحه. والسلام عليكم، وللحديث بقيه مع الندوه. شكرا، بارك الله فيك. مرحبا. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كيف ما سمعتوا معنا في التصريح ديال أحد منظمي الندوة الصحفية، عندهم عدة مطالب وعندهم عدة مشاكل اللي بغاو اليوم يناقشوها في هذه الندوة الصحفية، وكنتمنى الرسالة ديالهم توصل للمسؤولين ويكون حل في أقرب وقت لهاد الناس، لأنهم كيستاهلوا أنهم نسمعوا لهم وناقشوا معاهم المشاكل ديالهم ولقاو لهم حلول في أقرب وقت. فكنتمنى أنكم تسمعوا لهم الرسالة ديالهم توصل. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، حتى هنا غادي نودعكم في أمان الله، حتى نلقاكم في مباشر آخر إن شاء الله.